طرق وتقنيات متنوعة وخفت يد التقطتها الكاميرات المراقبة اللي صبحنا نشوفوها في المحلات التجارية. فقصة السرقة تختلف من محل لآخر وما سلمش منها حتى بعض الزبائن. هادو المحلات قاعة صارت لهم مشكلة تاع السرقة، أنا واحد منهم. كاين اللي يسرقوا له دراهم، كاين اللي يسرقوا له تليفون. كاين مرة العام اللي فات في رمضان هكذا كيما هكذا جات قارت بسيارة تاعها مع صباح، صاك دخلت تقيس خرجت ما لقاتوش فين فاتح فيه كارت كريس تجاب ديبانش باش درت السيارة تاعها. اه فرمضان يا اخي ريغ اه لازم كاميرا تعاون. شحال من وحدة اللي قدرها لا وحدة شرات عليا حطت الفاكهة قبل رمضان، حطت 3 صاشيات تاع فاكهة شرات عليا جات ترفد ما صابتهم. ويدير لنا لوحدة العفاس تلقى بالفيلي، تجيب الفيلي باغ اكزومبل هنا تفتحو ترفد عباك مالغري كاين لي كاميرا شدهم بليزيور فوا مي واش راه ديرها ما عندكوش ديرها. مع اقتراب عيد الفطر تعرف هاد المحلات اقبال كبير، فحتى الكاميرات تصبح اجزاء امام ظاهرة السرقة، ما يستلزم مضاعفة عدد العاملين بالمحلات. في العيد ايام العيد نكثروا العمال، تسمى زعما محل يكون يخدم فيه 3 واللي يخدموا فيه 5 سرتو هادو تاع وين يقيسو كدا منا لازم وحده توقف باش تشد هكذا وكاين خاطر كاين تسمى الناس بدات تشري بزاف. المحل اللي فيه زوج ملاير تاع سلع يرحم باباك يخليه هكذاك ما كاينش منها لازم يدير راسه حاجه باينه تجي خدام سينو على بالك ما تلقاش راك ياكلوك انتما. هم اناس اختاروا سرقه ما خف وزنه غل ثمنه متناسيين انه عمل كيما هذا اثم كبير خاصه في شهر رمضان، ليتحول مهام اصحاب المحلات من بائع الى حارس.